من كل فج عميق ومن شتى بقاع الأرض وفد نحو مليوني مسلم إلى السعودية لأداء مناسك الحج التي تستمر 5 أيام. تحدى فيها ضيوف الرحمن هذه المرة الأمطار الغزيرة التي تسقطت على المشاعر المقدسة. نحن حجاج من ليبيا ومن جميع الأمة الإسلامية. نحن اليوم في جبل عرفة وجبل الرحمة متواجدين كل الحجاج الليبيين يقومون بفريضة الحج وهم بصحة جيدة. بعض الحجاج أدوا الصلاة في المسجد الحرام قبل التوجه إلى منى وجبل عرفات شرقي مكة. نسأل الله أن يعم السلام Peace for all people. السلام لجميع الناس والمسلمين وأن نكون هذا العام عام خير وجمع للأمة تبارك وتعالى يرفع بها الغمة عن الجميع. جميع الحجاج صعدوا إلى جبل عرفات بحلول صباح الاثنين وسيبدأ عيد الأضحى يوم الثلاثاء وفيه سيبدأ الحجاج رمي الجمرات على مدى 3 أيام. نلحظ المساواة على أكمل صورة متجلية في هذا الجمع الكبير عندما تذوب الفوارق بين الأمير وبين غيره يجتمعون في مكان واحد في لباس واحد وقد وحدوا ربهم بشعار واحد. أكثر من 30,000 ممارس صحي يعملون في 25 مستشفى لتقديم خدمات طبية مجانية بما في ذلك العمليات المعقدة مثل عملية القلب المفتوح. وحسب وزارة الصحة السعودية فإنه لا يوجد أي مؤشرات لأي أمراض أو أوبئة بالحج هذا العام. صعب يكون وصف كلمتين، هذا حلم أي حدا مؤمن. أنت بإرنة مقدسة ما بتجي لها بسهولة، فيها شيء روحاني أنه الله يكون عازمك لتجي. إحنا عندنا معتقد أهل الشام أنه هي عزيمة. ويهدف المسؤولون بالسعودية إلى زيادة عدد المعتمرين إلى 15 مليونا والحجاج إلى 5 ملايين بحلول عام 2020، ويأملون بمضاعفة عدد المعتمرين مجددا إلى 30 مليونا بحلول عام 2030.